السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابه، لا ميز اجور كالعاده. اليوم بدينا نصوروا من الفران، بدينا من لابوست تاع الفران هذيك، ونعديو ان شاء الله نبداو صحه بالسنكلو. هو طلع الكورنيش على عمل لكم مره، ولدينا المكتوب ان شاء الله. كاين شكون وصلني على زنق هذيك، صورتها ديجا قبل من البارامو ما تبعش الفيديو الاخر. خويا صورنا سمعنا الاخر تاع لي فاكونس هذيا، نورمالمون سمعنا يرجع كلش كيما كان. تشبعه بالروح الوطنية، وأكدت أيضا أن إرادة الشعب الجزائري لا تقهر. يدخل بدءا من اليوم تمديد النظام الوقائي المعمول به حاليا حيز التطبيق ولمدة 10 أيام. تمديد إجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا جاء في بيان للمصادر في وزارة العلم. التمديد هذا جاء عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة، وتندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايته من أي خطر لانتشار الفيروس، خاصة مع ظهور المتحور الجديد. وأمام هذا الوضع الوضعي الحالي وحرصا منها على وجوب حماية المواطنين، فقد اعتمدت الحكومة نصا جديدا من خلال استحداث جواز صحي للتلقيح، سبق وتم تطويره للولوج إلى الملاعب.
هي الإجراءات تشمل مختلف التظاهرات وكل الفعاليات وندوات المرأة مع أراضي ولاية الوطن، وفي الجانب الاقتصادي أيضا وتحت الرعاية الثانية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، انطلقت اليوم بولاية تمن راست فعاليات معرض الصهار الدولي في طبعته 35 تحت شعار تمن راست بوابة السوق الإفريقية. وزير التجارة وتنمية الصادرات كمال رزي وخلال إشرافه على افتتاح المعرض كشف عن حجم المبادرات التجارية مع الدول الإفريقية الذي بلغ 2.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة التجارية. نستمع إليها في هذا التسجيل وكان تشتيت. الأهمية الاقتصادية لمعرض السهر الدولي تنضم إلينا من تمن راست موفدة القناة الأولى إكرام تشتيوي. إكرام، مساء الخير، ماذا لديك حول انطلاق فعاليات هذه التظاهرات الاقتصادية؟ نعم، أحييك أمين وأحيي المستمعين من عاصمة الوكالة تمن راست. إذا وزير التجارة أثناء إشرافه على افتتاح هذا التظاهرة أكد أن تظاهرة الصهار تهدف لتدعيم الروابط الجوارية وترقية المنتوج الوطني، وأكد أن هذا الحدث يشكل أهمية بالغة وسيساهم في إعطاء ديناميكية وحركية كبيرة في المنطقة، بعد استئناف التجارة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، وهذا بعد الترخيص يعني للتجارة المقيدة بهذه الولايات الجنوبية. كما أكد أن استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب هو خير دليل على عزم الدولة الجزائرية لتطوير العلاقات التجارية بين دول المحيطية الغربية. كما أكد أن الأهمية الاقتصادية لهذه التظاهرات وبالنسبة لدول إفريقية المجاورة هي تهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية والمساهمة في تحسين ولوج المنتجات الجزائرية إلى هذه الأسواق الإفريقية، وهذا لتحقيق المبتغى المتعلق بجعل ولاية تمن راست بوابة أسواق دول غرب إفريقيا والمنطقة. نعم، ذلك من خلال إعطائها الدعم الكامل من قبل السلطات العليا. تشتي مفيدة القناة الأولى لتمن راست، شكرا جزيلا لك. وتعكس أيضا حجم المشاركة الفردية مؤسسة القطاعين العام والخاص الذين يبحثون عن أسواق إفريقية للترويج والتسويق لمنتجاتهم، كما تعكس هذه الانطباعات التي بعثت بها إكرام تشتي. نحن على كاروب وسيد نحن نتبادل السلع، نتبادل الأفكار. الحمد لله وصلت المرتبات المشاركة نتاعنا بالكفة التقليدية نتاعي هي السيارة جاهزة داخل من السوق، ما شاء الله لحد الآن زعما ما شاء الله وخدمة. اقتصادية دائما وفي قطاعي الفلاحة، أكد وزير القطاع محمد عبد الحفيظ عني أن القطاع يسهم بنسبة 73% في تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية ولولاية الجنوب، وأن القسم بنسبة ربعي الإنتاج الفلاحي الوطني. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشهر المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وضح الوزير عني أن القطاع يسهم حاليا في النمو الاقتصادي المحلي 25.6 مليار دولار. المتابعة لهذا الدور.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أن القطاع الفلاحي يساهم بتلبية 73% من الإنتاج الوطني، 25% منها توفرها المناطق الجنوبية. مؤكدا بأن تصرف رئيس الجمهورية لتطوير وتحديث الفلاحة الجزائرية يساهم القطاع الحربي بقيمة 25 مليار دولار، مما يساهم بنسبة التغذية الغذائية من الإنتاج الوطني Thank you.
سقط لي على غير نحا ولا يديروها لورا ولا خويا ربي يسهل. ليكيب نشوفوا بركة قداه صورنا الوقت الماموك ما عرفتوا البلاصة. احنا هنا رانا في البوني جنة مكتوب للبوني. نشوف شوية نحبسوا بك نشوفوا قداه صورنا الوقت. البلدية تاع البوني ودرواتا والكور اللي داروه جديد قطعة جديدة عنده وقت فايت 10 سنين نزلت نشوف فيه جديدة خاطر كلمة تاع الكور كي شغل ولفنا بها غير في الكور تاع سونتر فيل تاعنا Thank you.
الاعتراف في الحوار والاطراف اللي مدعومه بعد اي سنه الحوار الوطني. هل يعني ذلك أن الرئيس لا يتحاور مع الناس؟ طب أنا سندت في إجراءات 25 جويلية ومع ذلك ولا بعض منهم فهم أنه يقصد فيه ويحكي عليه. فما نوع من السر، فما نوع من التخوين، فما نوع من التشكيل. حاول الناس وكان يقول كيفاش أنهم كانوا داعمين 25 جويلية ومن بعد كيف شافوا أن الأمور ما عندها حل ولا ملامح ولا
كيف جيت لاري عزلة حسين دخلت الكوري شوية عندك شطه صولية مهم دار الشباب تاع لا كولون وين صولي عفسه وين ميبل دو فرانس نو مهم جيت لا كولون هكا تدخل رايحين للسنتو شغل ايوه هي تبع حد هذي مش نبل اه مش مشكل تريد عدها الكروح ودبر راسك
دروات ومن بعد الدروات ومن بعد الغوش. تاكسي ما طلع مع سيدي بيديك تاع سيدي ابراهيم. لا تاعدك السنه اللي صح على ما تاعدك تروح فتحت الدورات قديك خفيفه درك مشكل كون القوي نقاري برك. اي جوست نقاري نقاري نستناك نورمال جاف احكي الصرف تاعك هذا تاع الكورس هذه ونشوفوا نكونوا خفاف لكن لقيت وين قاري سيبونا ما لقيتش داكور ليكيب هنا هنا في لا كولون و ليمابل دافونس نكملو نورمالمون الجولة تاعنا ان شاء الله تكون عجبتكم نلقاكم تلاقاو غدوة ان شاء الله والسلام عليكم. السيد العربية فضيلة الدكتور مزعود السيد أبو حمزة وأنت كان مفتش تقني وبيداغوجي للتربية متخصصة بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن أكيد الجمهورية تسعى من خلال تواصلها الدائم مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكونوا مدمجين في هذه المراكز التقنية. أكيد سيد لأن الهدف الأسمى للمهمة الإنسانية للمراكز المتخصصة هو الإدماج الاجتماعي المهم. كما نقولوا هنا سيتي كونتينيتي دو طراي تاع لي سونتر بخيل ان شارج تاع لي تاعنا لا كونتينيتي تاعها ولا رابط سنوات التخرج تاعنا هو ادماج هذو الاطفال دو المراهقين سواء كانوا يعني في الجانب المهني او الجانب يعني الشعور بالاستفاده من الحوايج هذه الحوايج تحف تاع العرايس صنع
ما يسمى بالورود البستاني هذا البستنة الورود وذلك نعمل في النوار الارتيفيسيال الاختصاص كيف ديال البوكي دو فلور اكسترا اللي فوق حوايج هذه وبعدين في صدد نفتحوا درنا الحلاقة حلقة النساء وحلقة الرجال هذا هو احنا كما قالوا اخواتي سابقا احنا نمدوا نديروا دوره ونعلموا هذا من المعاقين سواء معاق حركيا او بصريا او بصريا او صنبق صنبقكم درنا المره اللي فاتت نشكر من هذا المنبر نشكر سيد مدير تكون يعني افتحنا بوابه وقال ديروا افواج وانا الاطر باش هنا نحو شويه تعب علينا احنا كجمعيه ما تنساش الجمعيه راهي نصها 50% معاقين يعني احنا قال هو اطروني وانا راني موجود يعني بابي مفتوح جيب لي جروب برك وانا ندبر تكوينات الورشات هذه تاع المستوى مقر الجمعيه ولا مقر الجمعيه عندي 160 متر كاري في الجمعيه خمسه ورشات والتوطير والتدريس ما تعرفش احنا الاطرو فيها عندنا اساتذه بالدكاتره بالجامعه الحمد لله الناس قوا معنا وخبوا لينا مع الوالدين المطوعين بارك الله فيهم من الشيخ الدكتور عمر كلفي الدكاترة أخرى ربي إلى الأخرى بارك الله فيهم على الملائكة الذين يعاونوا فينا على هذا العمل لأن الكريم يقوموا فيه بكل جهد وبما يخص شهادة تكون بالشراكة مع الكريم المعمول غرفة زرعة الكريم يبدو حالنا والحاجة أخرى باش نزيد نطمع الأخير درنا اجتماع مؤخرا مع السيد مدير السياحة والصناعة التقليدية في المشكل انه راح تكون الشهاده بيننا وبينه اثنين انه راح اللي راح يدي من عندنا 200 راح هو يسعى باش لي تي كيوسك ولي تي بوكس باش يخرجوا الناس باش يدمج لي تي كيوسك هذوك الارتيزان مش احنا كانت عندنا فكره كيوسك دخان وفليكسي وما عرفش راح نخرج من هذا الاطار راح نروحوا لي كيوسك ارتيزان حرفيين واحد يتخصص في الفخار الاخر في الورد الاخر في الفضه الاخر بهذا نغير الطابع العنابي بحاجه جديده بالتوفيق لكم سيدة عرضية قليلة بالنسبة لكم في مراكز تكوين عفوا سيدة بن حمزة صغيرة فيما يخص على مستواكم فيما يخص المراكز تكوين يعني هل هناك أقسام خاصة بهذه الفئة هل هناك ربما تسهيلات في الأدراج في البنية الخاصة بالهيكل المؤسسات المركزية قطعة تكوين التعليمية أبواب دائما مفتوحة لاستقبال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو بناء على التعليمات الوزارية وكذلك تعليمات السيد مدير التكوين التعليمي السيد عبد القادر المنبار يلح بشدة على التكفل خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا أخي أنه قبل 2018 كانت هناك أفواج متخصصة الاجتماعي والطبع الآن الخاصة بالالتحاق بتكوين طرف في الاحتياجات الخاصة